مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وان اون وان. ضيفنا النهارده واحد من رؤساء الانديه الشباب وصاحب رؤيه مستقبليه في الاداره الرياضيه. معانا النهارده الدكتور مصطفى الشامي، رئيس نادي بلديه المحله. اهلا بيك يا دكتور، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك، وانا اللي مبسوط وسعيد جدا بوجودي معاك النهارده ووجودي في موقع في الجول. ده الشرف لينا طبعا. ربنا يخليك. امتى نشوف كادر شاب رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم؟ يعني هي دي مش سهلة، وهي مشكلتها ان احنا بس ما يبقاش توجهنا انه يبقى فيه بس فكرة انه يبقى موجود شاب. لا، هو الفكرة انه الادارة في الاخر صعبة، وادارة اتحاد الكرة صعبة جدا. كم الكواليس والتفاصيل اللي موجودة في اتحاد الكرة كتيرة جدا، من مسابقات ومسابقات قطاعات ومسابقات كره شاطئيه وكره نسائيه ووصلات، يعني كم الحاجات، وكمان مشاكل اداريه وحاجات اداريه كثيره جدا جدا. فمحتاجه انه يكون في العنصرين موجودين في اتحاد الكوره. ولكن خلينا نقول انه امتى يبقى في اتحاد، في اتحاد الكوره فكر متطور ومجلس اداره متحد. انت شايف ان مجلس الاداره الحالي في اتحاد الكوره غير متحد؟ اه طبعا، يعني وانا مصر كلها شايفه كده، يعني ده واضح جدا. يعني طب ايه اكتر الاختلاف، او انت شايف اكتر خلاف؟ ما اعرفش، بس واضح ان في اختلافات. طالما في تضارب في القرارات وعدم وضوح للرؤيه، يبقى المجلس اللي بيدير مش متكاتف مع بعضه، ومش متفق حول رؤيه وطريق يمشوا فيه. طب انت تدي كم من 10 لمجلس الاداره الحالي في ادارته للكره المصريه خلال السنوات الماضيه؟ 5 من 10. مش أقل؟ لو أقل، لو أنا هحاسبه على فترته بس. ولكن برضو الإرث القديم ليه نصيب من الصعوبات اللي بيواجهها الاتحاد الحالي، أيا كان، بعيدا عن أي أفراد أو أشخاص فيهم، يعني كلهم الاحترام والتقدير. فالإرث القديم والمشاكل القديمة، التراكمات القديمة في المسابقات وفي الدوري وفي الرعاية وفي البطولات وفي المنتخبات، ده كله عشان لو أنا هحاسبه عليه لوحده هياخد أقل من كده. شايف ان الاتحاد كلام بيتقال دايما ان هو دايما بيبقى واقف مع الاهلي والزمالك ضد الانديه الثانيه، ولا الكلام ده بيبقى غلط؟ الاهلي والزمالك هم انديه كبار واصحاب تاريخ وانجازات كبيره جدا 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 لمصر، لازم يكون ليهم بعض المعامله المختلفه. بالظبط زي ما ولكن هو اللي انا يعني بلوم على الناس فيه، او اللي بيظهر للناس بيصدر شكل مش كويس، انه انا ممكن يعني يبقى في ظلم لحقوق انديه اخرى على حساب الاهلي والزمالك، او لحساب الاهلي والزمالك. لكن ان يكون ليهم معامله خاصه، ده طبيعي جدا. زي معامله خاصه في منتخب مصر، لازم يكون ليه معامله خاصه في ايه يعني؟ لا لا، يعني في ايه دي امور اداريه ونواحي في التعاملات والبروتوكولات. تمام. يعني مثلا ما ينفعش اقول والله النادي الاهلي مثلا او نادي الزمالك اما يجي مثلا في اجتماع هقعده في اخر لا، طبيعي. ده واجهه الكره المصريه الاهلي والزمالك، اصحاب انجازات وبطولات وتاريخ افريقي وعالمي. يعني الكره المصريه بتتصنف بناء على الاهلي والزمالك. بالظبط. إيه طبعا. فما ينفعش يبقى في تجاهل واقول انه زيهم زي اي انديه وتعب. يعني طب شايف ان الاصوات اللي دايما في بيراميدز اللي احنا مش زي الاهلي والزمالك، ليهم الحق في كده ولا لا؟ لا، هم طبيعي مش زي الاهلي والزمالك. بيراميدز يعني طبيعي، بيراميدز نادي لسه طالع اشهاره من كام سنه، يعني حتى اجراءاته لسه ما خلصتش. يعني اجراءات اصلا تغيير اسمه والحاجات دي كلها لسه ما خلصتش في الوزاره وفي اجراءات اسم. يعني هو لسه الاسيوطي؟ مفيش نادي اتغير اسمه لسه في مصر. لسه في حاجات في قانون الرياضه في التعديل لازم تتعدل. ما حدش يقدر يغير اسم نادي. مفيش حاجه في القانون يستند عليها انه يغير اصلا. يمكن لسه من كام شهر ولا حاجه بداوا هم يشتغلوا عليها او يقبلوا الورق بتاعها. لكن الامور صعبه يعني. فطبيعي جدا ان بيراميدز، لكن بيراميدز تعالى بقى للمنظومه الاحترافيه اللي بيدير بقى بيراميدز، لا يعني حاجه كبيره. يعني ان هو يوصل النهارده انه يبقى في مصر الناس بتتكلم على اهلي وزمالك وبيراميدز، دي حاجه محترمه جدا. مش شايف ان هو عشان لغه المال اللي معاه، الميزانيه بتاعته كبيره جدا طبعا، فاكيد ده يقدر ان هو يوصله. طب انت شايف ان بيراميدز بالقوه الشرائيه دي اللي هو ما اخدش بطوله لحد دلوقتي، شايف ده نجاح ولا فشل؟ لا، مش فشل ولا حاجه. مش فشل؟ لا لا، امال؟ عشان طبيعي
اصل هو هياخد البطوله من مين؟ من الاهلي والزمالك برضو. بس سيراميكا اخد بطوله. معلش دي كانت ظروف برضو مختلفه، كاس الرابطه. لا انا بتكلم في كونسبت ان هو كقيمه ماليه هو معاه ميزانيه ضخمه طبعا، ميزانيه بتتعدى الاهلي والزمالك طبعا، في كواليتي لعيبه اكبر. وفي الاخر مفيش بطولات، صفر، مفيش. دوري كاس مصر صعبه جدا عليه، يعني صعبه لان الاهلي والزمالك بيلعبوا في كاس مصر والدوري هو ده الموضوع يعني. لكن كان في بطولات تانية فعلا زي ما انت حضرتك قلت كده، فكره الرابطه كان يعني كان فرصه كويسه ان هم ياخدوا كاس الرابطه. طب السوبر المصري بس موجود في الاهلي والزمالك يعني؟ كان موجود مثلا السوبر الاخير كان في الاهلي. لا ما برضه ما هي اي يعني حاجه، انت شايف اي بطوله في الاهلي والزمالك مش هياخد؟ هياخد بس بعد شويه، بعد يعني بعد ما يثبت رجليه اكتر، وبعد ما يغير جلده من اللعيبه. يعني هو خلي بالك برضو انه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش هي نفس اللعيبه، مش نفس الفكر اللي بدا بيه نادي بيراميدز في الاول. هو الدنيا اختلفت شويه، فلما هيغير الجلد ده وتبدا يبدا يعني ينخرط في المنظومه وكده هياخد بطولات، يعني هياخد بطولات لو استمر في بنفس الفكر في الاستثمار وكده. شايف ان بيراميدز امتى هياخد بطوله؟ مع الاستمراريه في السعي وتغيير الجلد شويه للعيبه اكتر طموحا في تحقيق البطوله. انت شايف ان في لعيبه بيراميدز مش طموحين ان هم ياخدوا بطولات؟ هو طبيعي، ما هم ما في الاخر النتيجه ما فيش بطوله، يعني مش محتاج ان انا اقول اشاور على لعيبه معينه، هو في الاخر النتيجه دلوقتي مفيش بطوله. فانا من وجهه نظري انه المنظومه دي محتاجه لعيبه عندها روح قتاليه اعلى من كده، يمكن مستوى الاعمار السنيه محتاج ينزل. لو مصطفى الشامي مع الميزانيه بتاعه بيراميدز يقدر ياخد بطولات ولا لا؟ معاك الميزانيه دي وانت رئيس نادي البلديات المحليه، تعمل ايه؟ هعمل حاجات كتير اكيد، يعني هنفس على الدوري. أصلاً أنا على الفكرة أنا عندي نادي من 1931، نادي جماهيري، نادي عنده أصلاً أسيتس وعنده مكان، نادي اجتماعي 150 ألف عضو. فلا هيبقى عندي حاجة كتير قوي كمان غير الكورة. لا نتكلم ككورة، هتقدر تحقق الدوري؟ أنا قلت لك بقى في أول كلامي إن تحقيق الدوري ده قدام الأهلي والزمالك صعب جداً، مش حاجة سهلة، يعني مش حاجه سهله، ولكن هيبقى في شكل مختلف خالص لنادي البلديه. يعني انا بسعى باقل الامكانيات ان انا اعمل ريبراندنج للنادي، وان انا احط النادي في حته كويسه جدا باقل الامكانيات يعني. لكن اعتقد لو الامكانيات احسن من كده هقدر اعمل حاجه كويسه. دلوقتي لو مصطفى الشامي معاه ميزانيه مفتوحه ودلوقتي خد لك جيب اللعيبه اللي انت عايزها بالجهاز الفني اللي انت عايزه من الدوري المصري، ماشي، هتختار مين؟ اختار مدير فني احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف يعني كده كده موجود. كل الجهاز الفني اللي معاه، حراسة المرمى 2 احمد حسين ومحمود ماهر موجودين في النادي، في البلديه. في البلديه ده بقى اقتناع تام بيهم اللي هم موجودين تماما. ومش بقول كده علشان احنا لو سالتني كده المره الجايه هقول لك نفس الكلام. على مستوى المدافعين اختار محمد صابر بلدية المحلة برضو، تمام، و نور الزموري بلدية المحلة. انت كده ايه، مش انت هتخلي الفلوس ليك ولا ايه؟ خالص، انا اعدل لهم العقود ونرفع عقودهم واديهم مكافحات زيادة. باك يمين هشام حافظ، شمال سيد عوض بلدية المحلة. انت ايه خلاص يعني كمل كل الفرق بلدية المحلة؟ ماشي، كل انا هتختار الفرقة كلها بلدية المحلة. بس ايه الاختلاف اللي هيحصل؟ هتعدل العقود؟ هيحصل تعديل في العقود وفي الامكانيات لان انا بص يعني انت مش شايف. انا اقول لك على حاجه هريحك، انا هختار كل فرقه بلديه المحله الموجوده دلوقتي بلا استثناء، تمام، بالاعراض بالاساسي فيها بكل حلو. لان انا وجهه نظري انه الامور الماليه مش هي العائق، هو اداره الموارد الماليه اللي موجوده هي الاصعب. تمام، يعني انا عندي ميزانيه فيها 10 قروش مقابل ميزانيه فيها مليون قرش وبنوع من نتيجه احسن. ده حصل معايا السنه اللي فاتت وبيحصل معايا السنه دي الحمد لله يعني. ولكن في حاجات انا محتاج ان انا اعملها بامكانيات ماليه اكتر من كده، حاجات بتخدم على الشغل وبتخدم على اللعيبه وبتعمل اجواء احسن، ودي حاجات انا ده وجهه نظري ان ده المهم في الكوره مع جنب اللعيبه. مصطفى الشامي علاقته بوالده، ناس اتكلمت ان وجود مصطفى الشامي كرئيس نادي البلديه سبب البعض كان بيهاجم توريث ابناء عاملين، كنت ساعتها مصطفى الشامي المنتقدات دي واجهتها ازاي؟
بص اتعاملت معاها ازاي بشكل عام؟ او كل اللي انت اكيد بتقوله ده اكيد اتقال واكتر منه يعني. الحاج محمود الشامي ساب النادي 2008 لما راح اتحاد الكوره، وانا ما انقطعتش علاقتي بالنادي، انا كنت بروح بشجع عادي فرقه الكوره سواء لو في، بس مش مسؤول يعني. لا لا مش مسؤول. بعدين بقى دخلت مشرف على الكوره في 2015 متطوع يعني، قعدت سنتين. ان انا يعني انا بشجعش غير النادي البلديه من وانا صغير. فقعدت سنتين وبعدين دخلت انتخابات امين صندوق 4 سنين، وبعد كده بقى دخلت رئيس مجلس اداره. فيعني الموضوع ما جاش فجاه يعني، ما جاش فجاه يعني، ولا جه مثلا على طول توريث ولا حاجه. لكن الحاجات دي واجهتها ازاي؟ انا دايما يعني من فضل ربنا عليا بشوف الامور الكويس منها استفيد منه، والوحش فيها يعني ما بشوفوش، ما بشغلش بالي بيه، ان انا في الاخر ولا هستفاد اي حاجه ان انا بص ده قال ايه او ده من يعني هاجم في ايه. طالما لو في انتقاد، في رؤيه عكس رؤيتي، في وجهه نظر عكس اللي انا ماشي فيها، في طريق حد شايفه احسن، ده كله انا بحب اسمعه جدا. وانا يعني القريبين مني عارفين ان انا يعني مستمع جيد يعني. ولكن انا دايما بقول انه شرف ليا ان انا بحمل اسمي الشامي ومحمود الشامي وجدي الله يرحمه كمان عبد السميع الشامي. فده شرف كبير جدا ليا ومسؤوليه كبيره جدا ان انا احاول اكمل في الطريق ده واحافظ على السمعه الطيبه اللي هم سايبينها ولسه الحمد لله ممتده يعني فضل عند ربنا. هي مسؤوليه، هي مش هجوم ولا عبء ولا حاجه. هي مسؤولية اكتر بس. انتقاد يعني كان زعلك ساعتها او في الفتره دي؟ والله ما فاكر، مش فاكر. لا فعلا والله اصل انا فعلا يعني ما بفتكرش، فعلا مش بقول كده يعني كلام، لكن انا فعلا ما ببقاش فاكر يعني، بنسى الكلام ده على طول. لا يعني معارك كانت كتير وكان عندنا مشاكل كتير وحاجات كتير، بس لو الواحد قاعد فكر فيها دايما، انا دايما بقول انه مفيش وقت يعني، انا دايما شايف انه مفيش وقت يعني، مفيش وقت، احنا لازم نشتغل كتير قوي. شايف ازاي تاثير انديه الشركات على الدوري بشكل عام وعلى الانديه الجماهيريه بشكل خاص؟ كارثي. احنا اللي مش شايف ان احنا اللي احنا فيه ده كارثه، ده عنده مشكله يعني. يعني رابطه الانديه والنائب احمد دياب عمل مجهود كبير قوي 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 في الرابطه، زود عدد الجماهير ل 20,000 بعد انقطاع 12 سنه ما فيش جماهير في المدرجات، وفي الاخر المدرجات فاضيه. المدرجات فاضيه علشان اسباب اكيد من الماليه والتذاكر، ودي عايزين نتكلم فيها لانها انا شايف انها يعني من عدم الحكمه وتفشيل للقرار والمجهود اللي بتبذله رابطه الانديه في عوده الجمهور والجهات المعنيه والامنيه وكل حاجه، انه من عدم الحكمه ان انا ابقى سايب ارتفاع في اسعار التذاكر كده. شايف ان التذاكر يعني طبيعي بقى كام عشان الجماهير تكون موجوده؟ لا انا يتحط لها سيستم، وانا لو عليا احنا اصل احنا 5 انديه جماهيريه في الدوري صح يعني، ببلاش. مصر اسماعيلي ببلاش. انا لو عليا انا ببلاش. ببلاش طبعا. عندنا بنيه تحتيه وعندنا فنيات وعندنا امكانيات وعندنا كل حاجه وعندنا اداره محترمه جدا وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن في الاخر الكوره من غير جماهير ولا حاجه، والماتشات بتلعب بدون جمهور، ده ولا التقسيمه يعني ولا التقسيمه. اه طب وشايف الحل؟ الحل لازم يكون في نظره قويه وجذريه وفعاله لسعر التذكره. سعر التذكره شايف النجاح اللي هو سعر التذكره؟ طبعا سعر التذكره، ما هو النهارده حضرتك من 75 جنيه و100 جنيه و150 جنيه، ده رقم كبير. ده رقم كبير يعني، انا في الاخر انا عايز ارجح القرارات اللي بتتاخد وانجح المنتج بتاعي. بدل ما النهارده المجهود اللي بيتبذل بيبقى فيه جهد كبير جدا علشان يبقى في رعاه، النهارده بقى في دوري نايل رجع، احنا كان عندنا رعاه للدوري من في 2008 و2009 و2010 كان عندنا دوري. ايوه صح، كان يعني البطوله كان في 2010 ده كان الجماهير كانت الاستاد بيبقى طبعا حرفيا، وكان عندنا رعاه للدوري. قعدنا عشان ترجع حاجه دي مجهود يعني، عشان بس ما حدش يفكر انه مثلا المجهود اللي اتعمل بس دلوقتي مثلا رابطه الانديه ده حاجه عاديه، دي حاجه صعبه جدا، لان انت لما بترجع حاجه اتهزت الثقه فيها اصعب بكتير من انت تعمل حاجه من اول وجديد. صح، فاللي اتعمل ده كبير، فلازم احنا نخدم عليه كل المنظومه تخدم عليه وينجح، لانه ده والا يبقى 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 زي ما بقول لك انه كل واحد بقى يبقى في وادي، وانا وده مش حلو، لانه النهارده يعني منظر المدرجات صعب جدا.
صعب صعب ان انت مثلا النهارده يبقى بتلاعب الاهلي والاتحاد ومثلا كل اللي في الاستاد 2001، مش ممكن. ممكن هو لان انت كده كده بقى هتروح هتلاقي في امبي و صح زد وامبي وفاركو فاركو كان فالانديه الجماهيريه دي على الاقل يبقى ليها الدخول الجماهيري بتاعها يعني باسعار مخفضه جدا تكاد تكون ببلاش يعني. طبعا مع الاحتفاظ. هل انت قدمت مقترح بكده لهذه الانديه؟ اتكلمنا فيه، واعتقد انه يعني قريب هيبقى فيه اجتماعات بتبحث في ده يعني. ان احنا النيابه الاهليه برضو احقان الحق وحاول فيها اول الموسم، ولكن الوقت كان ضيق قوي لان طبعا كان فيه انشغال بعقود الرعايه، وان يبقى فيه الدوري يبقى باسم دوري نايل. ف وهي واحده واحده الامور هتتعلم. بس هو ممكن واحد يشوف مثلا من فكرتك يقول طب ما هو اصلا اللي بيستفيد من سعر التذاكر دي هو النادي. لا لا، هو الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده يعني الكلام ده 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 ده, ده المفروض بس بين ان هو ما بيحصلش. طب امال ايه اللي بيحصل؟ هو المفروض مش حق التذاكر دي اللي بياخدها النادي؟ لا مش كلها طبعا. والكم؟ طب فهمني القصه. لا قصه، ما هي في شركه تذكرتي الناس محترمه جدا وعملوا منظومه كويسه قوي، ومنظومه رقابيه كمان كويسه جدا جدا اللي تخص الفان اي دي، وانه يبقى في عقوبات على اللي بيدخل واللي بيتجاوز. وده الصح اصلا بيحصل في كل مكان في العالم. طبعا جدا جدا يعني، وده لازم نحافظ عليه يعني، مش لازم نحافظ عليه ونطوره. صح، لان احنا عندنا اللي بيروح النهارده بيشتم ولا بيروح يكسر استاد ولا بتاع ده مش مقبول بقى خلاص. مش مقبول وتكسر كراسي والناس طبعا. ده كلام مش مقبول يعني. هي التكلفه عليها عاليه قوي على تذكرتي. على تذكرتي فتقريبا بيبقى 85% من سعر التذكره بيروح لهم تكلفه، بيروح لشركه تذكرتي. 85 90% تقريبا. اوكي، يعني النادي في الاخر 10% مبلغ يعني، مبلغ زهيد يعني. اصلا بالظبط. فمش ده يعني، مش ده الهدف اللي احنا نقدر نقول عليه ان احنا محتاجين دلوقتي ده التذاكر تبقى بفلوس كتير علشان يدخل يبنى دخل للانديه. لا ما بيدخلش. طب انت كده كنادي جماهيري يعني انت فين مداخيلك اصلا؟ لا دي ترجع بقى، كل نادي ليه قصه. نادي البلديه انا في اجتهاد شخصي، وفي عندي حاجات في النادي موارد ثابته بتدخل بتدخل زي ايجارات المحلات، زي تجديد العضويات، زي سبونسرز موجوده داخل النادي. انا لسه ما نجحتش السنه دي ان انا اجيب سبونسرز على الفانيلا، زي طبعا البث التلفزيوني. تمام. والحقيقه المتحده بتبذل مجهود محترم جدا جدا في رعايه الانديه الجماهيريه بالذات. وبرضه النائب احمد دياب كان ليه دور كبير جدا في العقد بصفته يعني في رابطه الانديه، رئيس رابطه الانديه. ودي وغير كده بقى في كفاح، في صراع طول الوقت، في صراع. تعيين احمد عبد الرؤوف مدير الفنيه لنادي البلديه المحليه. طبعا يعني لازم، انا صديق شخصي الكابتن احمد رؤوف، وانا على مستوى شخصي بحبه جدا. تمام. بعد اتكلم ان هو فكره مع نادي بلديه المحله، طبعا الفرقه ما بتكسب بيطلع فوق، يخسر طبيعي. انت من جوارديولا، انت اللعيبه دي مش هي نفس الكواليتي. ده شايف الناس اللي هجمتك بسبب استمرار احمد عبد الرؤوف كمدير فني لبلديه المحله، وانت اصريت ان هو يستمر. ايه اللي حصل؟ وانا شايف ده زي من وجهه نظرك. من السنه اللي فاتت وهو اصلا بدايه من تعيين الكابتن احمد وانا بتهاجم من اختياره اصلا. اصلا يعني الموضوع مش جديد. الراجل اللي صعد بالفرقه بالظبط. فهو دوري ممتاز، وكان في مشاكل في في في, في نص الموسم الدوري شغال، كانت النتائج مش احسن حاجه، واحنا في القسم الثاني، وانا برضو اصريت ان هو يكمل. مش اصريت من باب العند، ولا اصريت من باب الاصرار، ولا اي حاجه. انا دايما وجهه نظري ان انا كوني انا الاقرب واحد من متخذ القرار يعني من مجلس الاداره، او اقرب واحد للفرقه، فانا بشوف. وانا من النوع اللي هو يعني متابع جيد وقريب جدا من الكابتن احمد، وقريب من الجهاز الفني واللعيبه والكواليس واوضه اللبس وكل ما يدور في المباريات، وقت المكسب ايه اللي بيحصل، وقت الهزيمه ايه اللي بيحصل. فانا ببقى قريب من ده. فانا في مرحله معينه لازم اخد فيها قرار، طالما ما وصلتش للمرحله دي يبقى انا لازم اكمل، وده بناء على خبرات وتجارب سابقه يعني. طيب في الدوري شايف الوضع؟ الوضع مقبول، ما اقدرش اقول ان الوضع كويس ولا الوضع مع يعني الوضع مقبول حتى الان. تدي كم كابتن احمد عبد الرؤوف؟ لا كابتن، ادي له 100%. 100%. كابتن احمد عبد الرؤوف في المطلق كمدير فني ادي له 100%. لا مش بتكلم في المطلق، نتائج عمليه المحيه. ما هو ليه اصلا ما اقدرش اشيله يعني، هو الموضوع مش موضوعه كله يعني، في عوامل كتير يعني.
في عوامل كتير، هو في اللعيبه، في لعيبه في حالتها، في لعيبه بتتكاسل، في لعيبه عندها نقص خبره، في لعيبه يعني في حاجات. فانا ما اقدرش ان انا عارف ان الشعب المصري في الاخر ما بيحسبش غير المدير الفني ورئيس النادي، ده طبيعي كده كده. لكن انا بقى عشان انا رئيس النادي فانا ما ينفعش ان انا بعمل كده انا كمان. لكن هو مجتهد جدا، عنده فكر متطور، بيذاكر، اشتغل طول الوقت، عنده امكانيات وفكر محترم جدا جدا يعني. البلدية في بداية الموسم كان معاه المهاجم الأفريقي النيجيري فابيو أكيو، ده كان من نجوم فرقة والناس كلها في الدوري اتكلمت إن اللعيب ده رايح الزمالك، لا مش عارف هيروح فين. فجأة رحل في البلدية في يناير والناس هجمت مصطفى الشامي بسبب رحيل فابيو أكيو. حكي لنا الأول فابيو أكيو ده أصلا جه البلدية بكام وإيه اللي حصل بقى؟ لا هو فابيو أكيو كان عندنا أصلا السنة اللي فاتت أول موسم لون عارة من النادي النيجيري بتاعه، وكان في رقم في يناير لو هو هيمشي، لو اخر السنه هيمشي فري. برضه عرس هيمشي فري اللي هو السنه اللي فاتت. لا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت تمام. في يناير راح طلائع الجيش بمقابل الرقم اللي كان موجود في العقد الايه؟ الاعاره ما بيني وبين النادي النيجيري. ولم يوفق هناك، وكان في طلائع الجيش دنيا كانت مدربكه وتغيير مدير فنيين كتير وكده. بعد كابتن محمد يوسف هو اللي كان مختاره، بعدها بقى الدنيا اتغير كذا مره مدير فني، فجي في اخر السنه ما مشي ببلاش. فاول ما مشي ببلاش انت طبعا طبعا ما انا عارف عارف الخلطه دي. فجي تاني معانا، بس جه بقى يعني عقد. طب انت اصلا كنت عضو من النادي النيجيري مجانا ولا كان الاعاره؟ اه اه كانت مجانا بجاش. عشان اعاره سنه. انت ما دفعتش ربع جنيه؟ لا سلام عليك. وتهاجم رحيله بقى في يناير طبيعي. بص انا عموما من الاستراتيجيه بتاعتنا في النادي انه اللعيبه اللي بيجي لها عروض بتتوكل على الله، واحنا متفقين مع ما بيننا وما بين اللعيبه وقت التعاقد اصلا على كده. عشان كده انا وانا بشتغل مع المدير الفني محضرين بدائل من اول موسم. اول موسم محضر بدائل للعيبه؟ طبعا تمام. ما هو اي لاعب هيجي ما هو من ضمن. بس انت تبقى حاطط سبوت على كذا لعيب انت حاسس ان هو فيها توفيق كبير من ربنا والله. ولا الله اعلم فيها توفيق من ربنا، توفيق كبير جدا جدا من ربنا يعني. مش متخيل انت ايه ممكن يحصل، حد ممكن يجي له اصابه او حد. لكن في الاخر التوفيق بتاع ربنا ان هو واحد يمشي كويس ويبقى من مصادر الدخل اللي بتساعد على الاستقرار والاستمراريه كمان. بس فده ده كم راح بكام بقى؟ راح برقم بقى كام تقول؟ لا وراح برقم كويس جدا. بس الحقيقه انا بشكر يعني استاذ طارق ابو العينين نادي سيراميك كليوباترا على تفاهمهم مدى يعني اهميه اللعيب واهميه انه يبقى المقابل المادي مهم. احنا كمان كنا شركاء مع النادي النيجيري فيه، لانه انا ما كنتش حابب فكره الاعاره، كنت حابب فكره انه يبقى موجود عندنا بعقد ممتد لمده 3 مواسم، ويبقى له نسبه في حاله اعاده بيعه كانت بتقل تدريجيا مع نهايه كل موسم يعني. فاحنا كنا شركاء مع نادي فيه، ما كناش لوحدنا. فابيو أكيو فعلا الزمالك طلبه؟ لا والله ما طلبوش. لا لا ما حصلش تواصل خالص. خلال وجود فابيو أكيو قبل انتقاله لسيراميكا كان في كلام طلع في الاعلام ان فابيو أكيو يمتلك جوازين سفر، واحد بسن اللي هو تحت السن وجواز اخر اللي هو فوق السن. دي اشاعه كانت طلعت في اول موسم اصلا وانا رديت عليها. واللاعب انضم للمنتخب النيجيري وهو ما كانش تحت السن ولا حاجه، واللاعب كان منضم اصلا لمنتخب نيجيريا 2002، ويعني لعيب دولي يعني موجود على كل البرامج وكل السيستم الدولي وكل حاجه. فلا دي مش اشاعه يعني، حد كان بيبوظ الصفقه. حسام اشرف بقى عقد البلديه والزمالك في حسام اشرف ايه؟ عشان كان في كلام كتير في يناير ان الزمالك كان عايز يرجع حسام اشرف، هل بالفعل الزمالك اصلا طلب حسام اشرف في يناير؟ بصوا احنا العقد سنه يعني مقفوله مفيش عوده في يناير. لا بس هو اصلا ما حصلش تفاوض ما بيننا وبين الزمالك في حاجه، ما حصلش طلب للزمالك. لا انا عايز اعرف بس كان في بند في العقد للزمالك عوده اللاعب؟ لا لا مفيش بند في العقد يقول كده. مفيش. لا لا بس كان ممكن يحصل تفاوض ودي يعني لو كان الزمالك طلبه قصدك انت ما كانش عندك مشكله. لا كان هيحصل تفاوض. حلو. على 6 شهور اكيد تفاوض مبلغ يعني. تمام يعني كده في مبلغ اتوافق ان انت تمام بس حصلش تفاوض اصلا. شايف مستوى حسام اشرف مع البلديه ازاي؟
وحسام اشرف من احسن الفراوده في مصر. يعني هو لو استمر على كده ولو اشتغل على نفسه بنفس الطريقه وفضل يعني من يعني هو عقليه كمان وشخصيه محترمه جدا جدا، دي اللي تفرقه بشكل كبير عن اي حد موجود في مكان. طيب كنت شايف ان ممكن كان يروح المعسكر المنتخب اللي فات مع كابتن حسام حسن؟ ما بحبش اعلق قوي على اختيارات المنتخب والمدير الفني سواء كابتن حسام او اللي قبله. احنا اصلا عندنا نقص في المكان ده في مصر، فلما يبقى هداف الدوري مش موجود اكيد طبيعي يعني عليه علم استفهام يعني. طب اتكلمت مع حسام؟ حسام اشرف. حسام اشرف اه طبعا. ده هو مش منتخبش مع كابتن حسام بس، ده منتخبش منتخب الاولمبي كمان. اه انا لسه جاي لك في منتخب الاولمبي. ما اتكلمتش معاه؟ بتكلم معاه طبعا، هو من اقرب اللعيبه ليا وبني ادم جميل جدا. بتكلم معاه، هو شايف انه خير وانه ما عندوش اي حاجه يفكر فيها ولا يبص عليها غير انه يشتغل ويكمل في طريقه يعني. تمام. المنتخب بقى الاولمبي وعدم تواجده في المنتخب الاولمبي شايف هذا الموضوع؟ دي بقى اللي انا استغربتها شويه. هو كان موجود في المعسكرات وكان الناس كلها كانت بتتفرج على الماتشات، كان بيعمل شكل كويس جدا، والاوقات اللي كان بيشارك فيه في الماتشات والدورات اللي كانت اخرها الدوره اللي كانت في الامارات كان مستوى كويس جدا، كل الناس اشادت بيه. فدي اللي استغربتها، دي ما كانش ليها مبرر يعني. يوسف حسن خلال فتره الانتقالات الشتويه برضه مع الزمالك كان في كلام كتير جدا ان يوسف حسن خلص مع نادي الزمالك خلاص الزمالك هيتفاوض مع البلديه. هل اصلا حسام حسن اتكلم معاك ان الزمالك عايزه، او الزمالك اتكلم معاك ان هو عايز يوسف حسن ولا لا؟ خالص. انا كنت مثلا كل اسبوع كده في فتره الانتقالات الاقي كل المواقع وكل الصفحات بتتكلم ان يوسف حسن انتهى في الزمالك، وانا مش عارف ببقى في الطريق. انت اتكلمت معاه؟ في العربيه يقولوا لي اجتماع ساخن جدا بين بلدية المحله، وانا مفيش اي حاجه خالص. طب انت اتكلمت مع يوسف؟ بتكلم معاه طول الوقت. طيب هو اتكلم معاك اصلا ان الزمالك فوضى او حد خالص مقرب من الزمالك؟ مفيش. اكيد ولا الهوى. انا دايما باخد فكره ان التفاوض دي لازم علشان اقول ان مصطفى بيتفاوض مع، انا فاهم ان هو حد رسمي من النادي بس. تمام. لا غير كده بقى ممكن يكون في ناس مقربين، ممكن يكون في وكلاء، ممكن يكون في محبين. انا قصدي كده، هل وكلاء اتكلموا معاك؟ ما انا معرفش، ما ينفعش، ما اقدرش، ما اقدرش يعني. ما عادي واحد قاعد معايا مثلا في الكافيه ويكلمني على حد اقول ان انا فلان بيكلمني، كلام مش منطقي يعني. طب يعني ينتقص من اللاعب وينتقص من النادي وينتقص من النادي الاخر. اما انت بالنسبه لك المفاوضات ما يجي حد نادي عايز لعيب لازم يعني اكيد الوكيل بيجي الاول يشوف الدنيا منفتحه ولا لا، وبعد كده الاداره تتكلم صح ولا غلطان. هو بقى هي يعني الوكيل بالنسبه لي اخر حاجه هو الدنيا فيه ولا ما فيش. حلو. بس هو طبعا في الاول لازم الوكيل يتكلم. مشكلة. بس ما فيش اي وكيل يتكلم معاك؟ لا لا والله ولا حد. تمام. عبد الله لعيبه كويسه جدا جدا. يوسف حسن. يوسف حسن. يوسف حسن احسن سته في مصر. احسن سته في مصر الموسم الجاي؟ لا والله ده اللقب بتاعه جوه الفرقه. وده لقبه جوه الفرقه الموسم الجاي هيكون فيه في البلديه ان شاء الله. ان شاء الله في البلديه تفضل في الممتاز يعني. طب انت لو هتحط له سعر اللي هو يمشي بيه حط له كام؟ يعني والله تحدد سعر؟ عمري ما بحدد سعر اللاعب لان انا ما ببقاش قافل باب التفاوض، انا دايما طول الوقت فاتح باب التفاوض، بس عمري ما بحدد سعر اللاعب. طب انت من نوعيه اللي تحب تاخد فلوس ولا تحب يبقى النادي يديك لعيبه في الصفقات؟ عايز الاثنين. لا بالنسبه لك ما بيفرقش. بس تحسش ان اللعيب بيبقى جاي مثلا من اهلي او زمالك بيكون يعني ما هيجي البلديه بالنسبه له الموضوع صعب، فاكيد مش هيقدم نفس الاداء اللي موجود في الزمالك او الاهلي؟ مش هطلبه اصلا. انا بفكر قبل ما بفكر بتارجت اللاعب عنده امكانيات معينه، بتارجت لاعب عنده شخصيه معينه، فالشخصيه بتفرق. فالشخصيه اللي عندها طموح ما بيفرقش معاه بيلعب فين، الشخصيه اللي عنده دماغ في الكوره بس ما بيبقاش بيدور على الكوره بس، فين بقى الكوره دي؟ في نيوزيلندا، في المحله، في القاهره، في اي حته بيدور عليه بيجري وراه. ده كلام على اساس عبد الله جمعه. الناس كلها كانت بتتكلم عن عبد الله جمعه كان موجود في نادي الزمالك مصاب طول الوقت يعني على طول. ما معرفش ما يعني مش هتكلم على فترته في نادي ماشي الزمالك. مش هتكلم. موجود في البلديه شارك في اكتر مباراه، بعد كده عبد الله مش موجود. شارك في كل المباريات ما عدا اخر مباراتين، اخر مباراه قبل التوقف لحد قبل التوقف وهو موجود معانا، هو شارك في 6 مباريات من 7 لعبناهم، من 8 اسم لعبناهم بمباراه سموحه الاخيره. شارك في 6 مباريات من 8 بكامل قوته واصراره، شخصيه محترمه جدا وشخصيه عنده اصرار و
كمان هو اللي عاجبني جدا في عبد الله انه عارف انه في تحدي ما بينه وما بين نفسه مش مع الناس. هو في تحدي ما بينه وما بين نفسه الفتره دي، وهو اشتغل على ده، ولكن قدرا في مباراه وديه اصيب، وهو في الجبس ان شاء الله يعني خلاص المفروض ان هو يجبس اسبوعين، عدى 10 ايام منهم يعني، خلال ان شاء الله 3 4 ايام يكون تاني في الملعب يعني باذن الله. ايه اللي حصل بينك وبين عبد الله قبل ما يجي البلديه، خاصه ان الزمالك فجاه قبل عبد الله خلاص هو مش موجود؟ حصل قعده بيني وبين عبد الله، وكانت بالنسبه لي ومهمه جدا، وانا اللي كنت طالب ان يعني اقعد معاه قبل ما نعمل توقيع العقود يعني. وزي ما بقول لك تاكدت انه شخصيه عنده تارجت عايز يوصل له، عنده تحدي بينه وبين نفسه، وانه محتاج انه يرجع بشكل اقوى، وانه محتاج انه ياكد ويثبت لنفسه ولكل القريبين منه انه فعلا عبد الله الجمعه يستحق مكانه احسن من كده، وهو كمان مقتنع انه قصر في حق نفسه في فتره من الفترات، محتاجه بقى شغل كتير، وهو بيشتغل على ده الحقيقه ومجتهد جدا في ده. فدي كانت القعده المهمه جدا. العقد مع البلديه قد ايه؟ سنه، كان سنه ونص. سنه ونص. في شرط جزائي او حاجه لو هو يمشي ولا لا؟ لا. طيب دلوقتي بقى نروح لفقره الاسئله السريعه. يلا بينا. وجهه نظرك طبعا كل الاسئله دي، افضل رئيس نادي في مصر؟ الحاج محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد. افضل مدير فني في مصر؟ احمد عبد الرؤوف. نادي كنت تتوقع ان هو يكون موجود في المربع الذهبي مش موجود في الموسم الحالي؟ الاتحاد السكندري. لو بايديك انك تتعاقد مع لاعب من النادي الاهلي، تختار مين؟ وسام ابو علي. لو بايديك تتعاقد مع لاعب من نادي الزمالك هيكون مين؟ زيزو. الاقرب للتتويج بالدوري الموسم الحالي؟ بص، عشان الرؤيه مش واضحه قوي والجدول مش واضح ولسه في مؤجلات كتير، لكن اعتقد الاهلي ممكن يحسبها في الاخر. الاهلي الدوري مصر في الاخر. شايف ان في الاخر ممكن يكون في الاربعه الاول في الدوري مين؟ اهلي، بيراميدز، الزمالك. المركز الرابع بقى يبقى فيه خناقه. هو بالاقرب؟ لا مش عارف، بس هيبقى فيه خناقه. بيمين ومين؟ ممكن المصري. اتمنى بنعمل اي نادي جماهيري يعني. بسطت جدا بوجودك معانا النهارده في البول. انا بسطت جدا جدا يعني، وبشكرك على الوقت اللي انت سمحت لي اكون موجود معاك فيه. لا ده الشرف ليا طبعا، ومبسوط جدا جدا بوجودي معاك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مع الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحله. انتظرونا في حوار تاني مع وان اون وان. سلام.